هذه الورقة تساوي كل هذه الرزمة؟ 65 جنيها مصريا تعادل دولارا واحدا في السوق الموازية. هذا حال الجنيه اليوم أمام الوحش الأخضر، رغم أن الجنيه لم يكن يذكر إلا وتبادر إلى الأذهان الثراء الفاحش، كانت عملة ذهبية تنحني أمامها العملات الأخرى. خاض الجنيه حروبا وأزمات عالمية عديدة وخرج منها منتصرا. كان أغلى عملة في العالم عام 1850 وأصبح أدنى عملة في 2024. ماذا حدث؟ وكيف صعد الدولار على أنقاض الاسترليني؟ ومتى ولد أول جنيه في تاريخ مصر؟ وبكم استلمه كل رئيس؟ وبكم سلمه؟ في وثائق اليوم نروي لك رحلة الجنيه من الذهب إلى الحضيض. مولد الفارس الذهبي. تلك الورقة الباهتة البالية التي فقدت رونقها وألوانها الزاهية بين كلمات الحب التي خطها العشاق لتكون ذكرى خالدة، أو تحت بقع الشحم والزيت التي تناثرت عليها، أو الالتواءات والثقوب والحروق التي أصابتها جراء الاستهانة بها. بغض النظر عن حالتها تلك وقيمتها الحالية التي لم تعد تساوي شيئا، إلا أن هذا الجنيه قبل 10 سنين ومنذ مولده كان عظيم الشأن قادرا على الشراء والمنافسة. ومن هنا نبدأ معك رحلة الجنيه من الذهب إلى الحضيض. حين كان محمد علي باشا واليا على القطر المصري، لم يكن من حقه وقتها أن يضرب العملة باسمه، فظلت مصر بدون وحدة نقدية محددة حتى عام 1834، حين كان النقد المصري يضرب باسم السلطان العثماني. حينها أصدر محمد علي فرمانا بإصدار عملة مصرية تقوم على نظام المعدنين الذهب والفضة، فكانت وحدة النقود قطعة ذهبية قيمتها 20 قرشا واسمها الريال الذهبي، وقطعة من الفضة من 20 قرشا أيضا تسمى الريال الفضي. وبعد مرور 30 عاما على هذا الفرمان، صدر قانون الإصلاح النقدي في عهدي الخديوي سعيد باشا وإسماعيل باشا، ليصدر قانون العملة الموحدة عام 1885، وهي الجنيه المصري الذهبي، ووزنه 8.5 جرام، ويحتوي على 875% من الذهب الخالص، ويقسم إلى 1000 مليم. وفي الوقت الذي أجازت فيه الحكومة الجنيه الذهبي كوحدة نقدية موحدة، سمحت أيضا باستمرار التداول بالعملات الذهبية الأخرى كالجنيه الاسترليني والبنت الفرنسي والجنيه التركي لعدم كفاية المسكوك من الجنيه الذهبي المصري، على أن يتوقف التداول بها عندما تبلغ المسكوكات من الجنيهات المصرية الذهبية مقدارا كافيا، وهو ما لم يتحقق قط. شهدت العملة المصرية تحولا كبيرا عام 1898، إذ تم إنشاء البنك الأهلي المصري كأول بنك تجاري يزاول العمليات المصرفية العادية، ومنحته الحكومة امتياز إصدار النقد في البلاد لمدة 50 عاما. وأصدر الخديوي عباس حلم الثاني مرسوما بإصدار أوراق نقدية للتداول لتحل محل الجنيه الذهبي، وهنا تحولت العملة من الذهب إلى الورق. وكان هذا الجنيه الورقي مقدرا ب7.4 جرامات من الذهب، وبسبب قيمته العالية تم تقسيمه إلى فئات أصغر مثل القرش والمليم. وأصدر البنك أوراقا نقدية فئة 5 جنيهات، أما فئة 10 جنيهات كان تداول الجمهور بها بطيئا، حيث أصدر البنك 60,000 جنيه مصري ورقي لم يتم التداول سوى على 15,000 منها فقط. وظلت النقود المتداولة في مصر من 1899 إلى عام 1914 متأرجحة ما بين المسكوكات الذهبية
التي تتمثل في الجنيهات الاسترلينية وأوراق النقد المصري القابل للصرف بالذهب، إلى أن جاء يوم الثاني من أغسطس 1914 ليصدر مرسوم خاص يمنح أوراق النقد المصري قوة إبراء كاملة ويمنع استخدام المسكوكات الذهبية. منذ ذلك اليوم أصبح النظام النقدي قائما على العملات الورقية فقط، وكان يطلب من البنك أن يكون غطاء أوراق النقد على أساس النصف من الذهب والنصف الآخر كان مؤمنا بأوراق مالية تحددها الحكومة المصرية، كما كان للأفراد حق صرف هذه الأوراق بالذهب عند الطلب. ونتيجة لذلك عرف النظام النقدي المصري في ذلك الوقت بالثبات والقوة. وفي عام 1960 تم إنشاء البنك المركزي المصري ليباشر سلطات واختصاصات البنك الأهلي المصري على أن يزاول البنك الأهلي جميع العمليات المصرفية العادية كبنك تجاري. ومنذ ذلك الوقت تولى المركزي إصدار أوراق النقد التي أخذت تتزايد بشكل سريع إلى أن وصلت إلى ما يزيد على 1,800,000,000 جنيه مع نهاية 1977، منها 225,000,000 جنيه من فئة 20 جنيها التي صدرت لأول مرة في مايو 1977. ومنذ ذلك الوقت بدأ البنك المركزي يدخل العديد من التعديلات على أوراق النقد، خاصة العلامات المائية والصور والرسوم والألوان وعناصر التأمين المختلفة. وكان قرار إنشاء دار طباعة النقد في يوليو 1960 علامة فارقة في تاريخ صناعة الأوراق المالية، خاصة فيما يتعلق بفن طباعة النقد والطباعة السرية، حيث تم تزويد الدار بأحدث آلات الطباعة والأجهزة والمواد والخبرات الفنية اللازمة. وبدأ بالفعل إنتاج أولى أوراق النقد المصرية من دار طباعة النقد عام 1968، أي بعد نحو 8 سنوات من إنشاء البنك المركزي. أول جنيه مصري في التاريخ حمل هذه العبارة التي ترونها: أتعهد بأن أدفع لدى الطلب مبلغ جنيه واحد مصري لحامله. وتحرر هذا السند بمقتضى الدكريت المؤرخ في 25 من يونيو سنة 1898، والدكريت تعني الفرمان. وحمل التصميم صورة جمالين في صحراء مصر وزخارف هندسية يتوسطها اسم البنك الأهلي المصري. كيف كان الجنيه المصري أعلى من الدولار؟ أيام الملكية وتحديدا في عام 1939 كان سعر الدولار 20 قرشا، ما يعني أن الجنيه كان قادرا على شراء 5 دولارات حينها. وفي الوقت الذي يرتفع فيه الدولار كل يوم الآن في القاهرة، ظل الدولار ثابتا تقريبا لمدة 10 سنوات من عام 1939 حتى 1949. لم يرتفع سعر صرفه مقابل الجنيه المصري إلا بوتيرة طفيفة جدا، إذ وصل إلى 25 قرشا في بداية الخمسينيات. ومع قيام ثورة يوليو 1952 وحتى عام 1967 قفز سعر صرف الدولار قفزة كبيرة، ارتفع من 25 قرشا إلى 38 قرشا بنسبة ارتفاع 52%، لكنه ظل ثابتا تقريبا طيلة 10 سنوات التالية وصولا إلى عام 1978. لم يتجاوز 40 قرشا، أي زاد 2 قرش فقط خلال عقد كامل، وهي نسبة ارتفاع لا تتجاوز 5%. الاقتصاد المصري قبل ثورة يوليو 1952 يعبر عنه الدكتور عبد الجليل العمري وزير المالية المصري الأسبق بتشبيهه ببقرة ترعى في أرض مصر لكنها تحلب في الخارج. ومقصد العمري واضح، وهو عدم استفادة مصر بشكل كامل من مواردها الاقتصادية،
فخلال فترة الاستعمار البريطاني لمصر كان الاقتصاد المصري يعيش تبعية نقدية ومصرفية لبريطانيا، وكان الجنيه المصري مرتبطا بنظيره الاسترليني، حتى أن الجنيه المصري تم تسميته على اسم الجنيه الاسترليني، فجنيه كلمة غير عربية بالأساس. وكحال الجنيه كان القرش الذي يعادل 1/100 من الجنيه كانت تسميته نسبة إلى الدولة العثمانية، وكذلك المليم الذي يعادل 1/10 من القرش تسميته فرنسية مليم التي تعني 1/1000. وكحال الجنيه والقرش والمليم فإن مسميات فئات العملة المصرية معظمها لم تكن من اللغة العربية، نظرا لتبعية مصر في عصور مختلفة للمستعمر الفرنسي والإنجليزي وغيرهما. ارتباط الجنيه المصري بنظيره الاسترليني استمر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما فقدت بريطانيا نفوذها، وهنا تم تول محاولة حقيقية للاستقلال النقدي في مصر عندما خرجت من منطقة الاسترليني عام 1947، حيث تم فرض الرقابة على الجنيه الاسترليني ليصبح عملة أجنبية لمصر. فقبل الحرب العالمية الثانية كانت مصر تفتقر إلى نظام رقابة على النقد، ولم تكن لديها القدرة على تحديد سياساتها النقدية بشكل مستقل. كان الجنيه المصري مرتبطا بالاسترليني بسعر صرف ثابت 97.5 قرشا لكل جنيه استرليني. هذا سعر الاسترليني مقابل الجنيه المصري. فماذا عن سعر الدولار في ذلك التوقيت؟ نعود إلى فيلم غني حرب إنتاج عام 1947، ففي أحد المشاهد استعرض الخطيب كمال الشناوي أمام والد العروس بشارة وكيم حالته المادية قائلا: فتحت عيادة تكسب يوميا من 4 إلى 5 جنيهات. ليقاطعه الوالد مندهشا: يا سلام، 5 جنيهات مرة واحدة، ده شيء جميل جدا، يعني 20 دولارا. أي أن الجنيه المصري الواحد وقتها كان يشتري 4 دولارات. ودعنا نحكي لك عن حقيقة المفارقة التي تشغل بالك. أمعقول كان الجنيه أغلى من الدولار؟ كيف ذلك؟ هل كان الاقتصاد المصري متقدما إلى هذه الدرجة؟ في تلك الحقبة لم تكن أهمية الجنيه المصري بين العملات تنبع من قوة الاقتصاد المصري بذاته، حتى أن البنك الأهلي المصري الذي أسس عام 1898 لم يكن لديه الصلاحيات الكاملة في التحكم النقدي أو الائتمان، فكان رأس ماله وإدارته تحت سيطرة مصالح أجنبية، وكانت عمليات إصدار البنكنوت والغطاء النقدي تتبعان في الأصل لبنك لندن الذي يسيطر على البنك الأهلي المصري. فكان الجنيه المصري يكتسب قوته نتيجة تبعيته للجنيه الاسترليني عملة بريطانيا العظمى. ففي الوقت الذي كان فيه الجنيه يشتري 4 دولارات في فيلم غني حرب، كان نصف الشعب المصري يسير حافي القدمين، وسنحدثك عن هذا الموضوع بالتفصيل لاحقا. الدولار يصعد على أنقاض الاسترليني. الدولار لن يبقى كثيرا على حالته التي ظهر بها في غني حرب، إذ تأتي الحرب العالمية الثانية كنقطة تحول مهمة للاقتصاد الأمريكي والمصري على حد سواء. بالنسبة لواشنطن كانت الطائرات الألمانية تشن هجماتها على الأراضي الأوروبية بما فيها بريطانيا، حيث كان الدمار والخراب يهيمنان على اقتصادات الدول المتورطة في الحرب، باستثناء أمريكا التي شهدت نهضة اقتصادية عالمية بدأت تحل محل الهيمنة البريطانية، وذلك من خلال ارتفاع صادراتها بدءا من المواد الغذائية وصولا إلى الصناعات العسكرية. وبدأت أمريكا تتعافى من الكساد الكبير الذي كاد يحولها إلى واحدة من دول العالم الثالث. هذه النهضة الاقتصادية التي نشأت على أنقاض الحرب العالمية الثانية أدت إلى ارتفاع قيمة الدولار وزيادة الإقبال عليه دوليا.
وفي مصر كان للحرب تأثير كبير على العلاقة بينها وبين بريطانيا، إذ ساعدت الأحداث العالمية في تحرير المصريين من قيود الاستعمار البريطاني، وساهمت الحرب أيضا في تراكم مديونيات بريطانيا لصالح مصر، إذ تراكمت أرصدة استرلينية لصالح مصر على بريطانيا نظير خدمات أدتها مصر إلى إنجلترا، تمثل ثمنها في حرمان وتضحيات تحملها الشعب المصري من فقر وزيادة أسعار واختفاء سلع تموينية. فمصر تحملت عبء الخسائر الحربية مع بريطانيا في ظروف كانت بريطانيا أضعف من أن تتحمل عبء الخسائر الفادحة في حرب عالمية متسعة الميادين. وزارة الخارجية الأمريكية قدرت هذه المديونيات المستحقة لمصر من بريطانيا عام 1950 بمليار دولار. أصحاب الحنين للحقبة الملكية يرددون هذه الواقعة كدليل على رغد الحياة الاقتصادية قبل ثورة يوليو. فمصر تقرض بريطانيا العظمى؟ تقر وزارة المستعمرات البريطانية في وثائقها بأن هذا الدين لم يكن أموالا مدفوعة نقدا، إنما بريطانيا فرضت على مصر المحتلة أنذاك أن تكون مسرحا للعمليات البريطانية في الحربين العالميتين الأولى والثانية، لكونها إحدى مستعمراتها، وألزمت الحكومة المصرية بتقديم التسهيلات والمساعدات للقوات البريطانية بما فيها حق استغلال الموانئ والمطارات والقواعد العسكرية واستخدام طرق المواصلات وخطوط البرق والتلغراف ومواد بترولية ومحاصيل زراعية وسلع غذائية استولت عليها إنجلترا من الأسواق ومخازن الحكومة ومعسكرات الجيش المصري لإمداد جنودها بالطعام وتسيير مركباتها وألياتها العسكرية طوال فترة الحرب. وكان مبلغ الدين يشمل تعويضات كان من المفترض أن تؤديها بريطانيا لأسر آلاف الجنود المصريين الذين تم اقتيادهم بالصوت مقيدين بالسلاسل للاشتراك في الحربين العالميتين وماتوا. هذه الديون تنازل عنها الملك فؤاد واعتبرها هبة لبريطانيا بحسب مصادر تاريخية موثقة. فوفقا لما نشرته جريدة الأهرام عام 1922 فإن المملكة المصرية تنازلت عن المبلغ الخاص بديون الحرب العالمية الأولى أثناء وجود المبعوث الملكي ميلنر في القاهرة. والغريب في الأمر أن هذا التنازل جاء من ويليام بيرديناند البريطاني الجنسية الذي كان يشغل منصب المستشار القانوني والمالي لوزارة عبد الخالق ثروة باشا بموافقة رئيس الوزراء والملك. وعلى ذلك فإن هذه الديون ليست دليلا بالضرورة على نعيم الحياة وازدهارها، تماما كما يروي البعض عن وجود البقال اليوناني والحلاق الإيطالي في القاهرة خلال ثلاثينيات القرن الماضي. فما هي إلا قصص تسربت من قصور الباشوات عبر الخدم وتناقلوها مع الناس. الاقتصاد الملكي كان في معظمه تابع للاحتكارات الأجنبية وفي يد 200 عائلة تقريبا تمتلك الأراضي الزراعية، وهي نفس العائلات التي امتلكت عددا من المصانع وبعض الشركات والمتاجر الكبرى. بينما كان 90% من الشعب يعانون الفقر والأمية إلى جانب الحفاء الذي استلزم مشروعا قوميا لمكافحته. ففي شهر فبراير 1951 تبرع الملك فاروق ب2000 جنيه لشراء أحذية للمصريين بمناسبة عيد ميلاده. وبناء على قراره أمر حسين سري باشا رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مركزية لدراسة مشروع سمي في ذلك الوقت بمشروع مكافحة الحفاء. بعدما اكتشف ما يسببه الحفاء من أمراض تأتي من اختراق ديدان الأرض لأقدام الفلاحين، وطلب الملك فاروق من ميسوري الحال وبعض الهيئات المساهمة في المشروع، فاستجاب 22 مصريا من الميسورين جمعوا 38,000 جنيه وهو رقم ضخم وقتها، و14 هيئة وشركة ومديرية، ووصلت مجمل تبرعاتهم 10,000 جنيه، أكثر من 60% منها من أسيوط بصعيد مصر. وبعد أن ارتدى بعض المصريين الأحذية لأول مرة في حياتهم ذهبوا إلى قصر عابدين ووقفوا أمامه يدعون للملك فاروق.
التجربة الناصرية. في فيلم الرجل الثاني إنتاج عام 1959 تظهر الفنانة سامية جمال في كازينو وهي تساوم أحد زبائنها على تغيير الدولارات إلى جنيهات مصرية، فتقول له: عندك دولارات؟ أنا علشان خاطرك ممكن أغير لك دولارات بفلوس مصري وبسعر أحسن من البنك، بس مش لازم حد يعرف علشان ده ممنوع، والجنيه ب2.5 دولار، ما يعني أنك ب40 قرشا مصريا تشتري دولارا واحدا من سامية جمال عام 1959. إلا أن هذا العرض المغري لم يستمر طويلا، فقد شهدت هذه الفترة ثورة اقتصادية بدلت المشهد تماما، فالقطاع الخاص كان لا يزال متأثرا بالاستعمار البريطاني وسيطرة رأس المال الأجنبي عليه. فوجد عبد الناصر أن هذا القطاع لا يلبي طموحات الدولة الناشئة، فبدأ يضع يده على مفاصل الاقتصاد المصري كله. فرأينا سياسة التأميمات التي أدت لسيطرة القطاع العام على معظم عناصر الحياة الاقتصادية، وجنى الاقتصاد المصري فوائد تنظيم الفوضى الاقتصادية التي كانت سائدة قبل ذلك وفوائد إعادة توزيع القطاعات الاقتصادية، فارتفع النمو الاقتصادي إلى 6% سنويا بسبب ارتفاع معدل الاستثمار وارتفاع مستوى الدخل للفرد بأكثر من 3% سنويا. لكن ذلك الاندفاع الاقتصادي الطموح وربما المتسرع كان على حساب اختلال وتفاقم عجز ميزان المدفوعات، فظهرت الحاجة إلى الاستدانة من جديد. فزيادة معدل الاستثمار إلى تلك المستويات نتج عنه زيادة الواردات من السلع الرأسمالية والوسيطة الداخلة في عملية الانتاج، كما أدت زيادة توزيع الدخول إلى ارتفاع معدلات شراء السلع الاستهلاكية أيضا، فارتفعت قيمة الواردات، حتى إن عجز ميزان المعاملات التجارية في الفترة من 1959 إلى 1966 زاد بثلاثة أضعاف ما كان عليه في الفترة من 1952 إلى 1958، فالتحول الصناعي الكبير الذي اندفع إليه عبد الناصر زاد من العبء الملقى على ميزان المدفوعات. وما زاد الطين بلة هي حرب اليمن التي استنزفت الخزانة المصرية، فلم يعد لدى القاهرة أي احتياطي أجنبي لضبط ميزان المدفوعات، بجانب زيادة الواردات السلعية بنسبة 48%، فلم تستطع إيرادات مصر من العملات الأجنبية أن تواجه هذه الزيادة، وقد كان على مصر في ذلك الوقت دفع تعويضات لحملة أسهم قناة السويس المؤممة وغيرها من الممتلكات الأجنبية، وتعويضات مستحقة للسودان بسبب إغراق بعض أراضيها نتيجة بناء السد العالي، ورافق ذلك هبوط حاد في أسعار القطن عالميا. وما زاد الأمور تفاقما هو تقديم مصر قروضا ومساعدات لبعض الدول العربية والإفريقية، وهنا بدأت تتأثر قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي الصاعد بقوة، إلى أن جاءت نكسة 1967 التي لم تكن نكسة حربية فقط، بل كانت نكسة اقتصادية أيضا، انتهت معها تلك الحقبة التنموية على ما فيها من سلبيات، كما كانت انتكاسا لمسار التجربة الناصرية، لينحدر الاقتصاد المصري إلى مستويات غير مسبوقة، ولتبدأ مرحلة جديدة من الركود المميت الذي امتد من النكسة إلى منتصف السبعينيات. فمع بداية حرب 1967 انخفضت موارد مصر من النقد الأجنبي بشدة، وارتفعت تكاليف الإنفاق العسكري، وفقدت مصر آبار البترول في سيناء، وتم تخريب معامل تكرير البترول في السويس، وأغلقت قناة السويس نفسها وهي التي كانت تدر ما لا يقل عن 20 مليون دولار سنويا قبل النكسة، وانخفضت إيرادات السياحة التي كانت تدر ما لا يقل عن 13 مليون دولار سنويا، وانقطعت المعونات الغربية، كل ذلك تزامنا مع اقتراب موعد أقساط الديون السابقة التي زادت من 56 مليون دولار إلى 240 مليون دولار وجب سدادها في العام الواحد،
حيث بلغ إجمالي المديونية السيادية بجميع أنواعها المدنية والعسكرية والطويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل بنهاية ديسمبر 1971 إلى 5 مليارات دولار، ومن ثم ارتفع عجز ميزان المدفوعات بنسبة 86% في فترة ما بين النكسة والانتصار مقارنة بالفترة التي سبقتها. الحقبة الساداتية. من الممكن تقسيم عصر السادات وتأثيره في انخفاض أو ارتفاع الجنيه إلى نصفين، فالنصف الأول شهد خللا في الميزان التجاري، إذ زاد مقدار الواردات بنسبة 350% وتراجع الانتاج الزراعي أو لم يستطع مواكبة الزيادة السكانية، كما تراجعت أسعار القطن عالميا ما أدى إلى تراجع قيمة الصادرات، بينما ارتفعت بشدة أسعار القمح الذي كان يشكل نسبة كبيرة من الواردات. ونتيجة لذلك ارتفعت المديونية بشكل كبير في تلك الفترة مع ارتفاع الانفاق العسكري وتوجيه جميع موارد الدولة نحو التعبئة العسكرية. وارتفعت المديونية المصرية الخارجية من 1.8 مليار دولار أواخر عقد الستينيات حتى وصلت إلى 6.3 مليارات دولار عام 1975. ونتيجة لارتفاع الدين الخارجي المصري وزيادة خدمة الدين بسبب كثرة الاقتراض وتفاقم عجز ميزان المدفوعات، بدأت قيمة الجنيه المصري تتأثر. ففي عام 1971 بلغ سعر الصرف 43 قرشا لكل دولار، أي أن بجنيه واحد تستطيع شراء 2.25 دولار تقريبا، وهو تأثر طفيف، فالسعر لم يتغير كثيرا منذ أواخر عهد ناصر. ويرجع ثبات قيمة الجنيه أمام الدولار أواخر فترة الستينيات وبداية السبعينيات رغم التدهور الاقتصادي المصري إلى تراجع الدولار الأمريكي بعد فك الارتباط بينه وبين الذهب. كما انتهج البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف الثابت مع الدولار في بداية السبعينيات. أما في النصف الثاني من عقد السبعينيات أو مرحلة ما أطلق عليه الانفتاح الاقتصادي، فقد غرق الاقتصاد المصري في المزيد من الديون الخارجية حتى بلغت مستويات غير مسبوقة للدرجة التي عجزت مصر معها عن الوفاء ببعض خدمة هذه الديون، بل وتوقفت بالفعل عن تسديد بعض أقساط الديون المستحقة في تلك الفترة، حيث بلغت تلك المديونية طويلة ومتوسطة الأجل فقط عام 1975 نحو 4.8 مليارات دولار، لترتفع عام 1977 إلى 8.1 مليارات دولار، وتصل في نهاية الحقبة الساداتية عام 1981 إلى 14.3 مليار دولار. خبراء اقتصاديون يفسرون هذا الارتفاع الصاروخي في الديون بسبب عجز الميزان التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بعد فتح باب الاستيراد على مصراعيه دون حسيب ولا رقيب، ودون تهيئة لحالة الاقتصاد غير المجهز لاستقبال تلك التغييرات، إذ ارتفعت قيمة الواردات السلعية في الفترة من 1977 إلى 1981 من 1.8 مليار جنيه إلى 6.1 مليارات جنيه، أي بمقدار 4 أضعاف تقريبا، في حين لم تستطع الصادرات أن تجاري هذا الطوفان، وهو ما شكل ضغطا غير مسبوق على ميزان المدفوعات وبالتالي المزيد من الاستدانة. فكان طبيعيا أن يأتي في تقرير البنك الدولي الصادر في ديسمبر 1980 أن سعر صرف الجنيه المصري انخفض أمام الدولار الأمريكي بنسبة كبيرة بلغت 70 قرشا للدولار. أيام مبارك. 6 جنيهات للدولار، هكذا كان سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي وقت تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد اندلاع ثورة 25 يناير،
وتسليم السلطة للمجلس العسكري. فمبارك سلم البلد والدولار بست جنيهات، بينما استلمها عام 1981 والدولار بثمانين قرشا فقط. تولى مبارك الحكم بعد اغتيال السادات في ظل ظروف اقتصادية سيئة. فبعد الاغتيال تراجعت مصادر تدفق النقد الأجنبي بصورة كبيرة، وضرب الركود اقتصاد البلاد، الأمر الذي أثر على قيمة الصادرات المصرية، وارتفعت خدمة الديون بسبب المديونية الكبيرة التي مني بها الاقتصاد نهاية عصر السادات. كما أن المنح التي كانت تقدمها الدول العربية لمصر توقفت بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل بنهاية عقد السبعينيات. فقرر مبارك انتهاج سياسة اقتصادية مختلفة بالتحكم والسيطرة على الواردات لتقليل عجز الميزان التجاري، وعدم اللجوء إلى الاقتراض إلا بهدف ضخ استثمارات ذات مردود اقتصادي أكبر من سعر الفائدة على تلك القروض، وتذليل العقبات أمام الانتاج الزراعي لتقليل الواردات الضرورية مثل القمح وزيادة الصادرات من محصول القطن، أو استغلال الموارد الذاتية بأفضل طريقة ممكنة. ومع ذلك ظل عجز ميزان المدفوعات مستمرا حتى ارتفع من 1.7 مليار دولار بداية حكم مبارك إلى 2.5 مليار دولار عام 1986. ومع نقص تدفق النقد الأجنبي كان لابد من الاستدانة لتغطية هذا العجز، فبلغ إجمالي المديونية الخارجية بجميع أنواعها نحو 45 مليار دولار عام 1986. على إثر ذلك هوى الجنيه المصري أمام الدولار إلى مستويات قياسية. فوفقا لتقرير البنك الدولي الصادر في أكتوبر 1986، وصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 93 قرشا للدولار بنهاية عام 1985. وفي عام 1986 شهدت مصر أزمة اقتصادية عنيفة مع انهيار أسعار النفط التي انخفضت إلى ما دون 50% في النصف الأول من 1986، وتراجعت إيرادات السياحة بالمقدار نفسه. فإيرادات مصر من البترول كانت تشكل ركيزة أساسية من ركائز تدفق النقد الأجنبي، وانخفضت إيرادات قناة السويس هي الأخرى بسبب تراجع معدل التبادل التجاري العالمي على النفط. حتى تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقلصت بسبب انخفاض أسعار النفط، ما أثر على البلدان التي يعملون فيها. ووصلت المديونية المصرية عام 1990 إلى مستويات حد الإفلاس قبل الحرب الخليجية، وانعكس ذلك على قيمة الجنيه المصري أمام الدولار. وكان ذلك التأثير استثنائيا، فهو العام الذي تجاوز فيه الدولار الجنيه المصري لأول مرة في التاريخ. ففي عام 1989 بلغ سعر صرف الجنيه 83 قرشا للدولار، وفي عام 1990 انخفض الجنيه المصري بمقدار النصف تقريبا ليسجل 1.5 جنيه لكل دولار. ومن هنا يبدأ فاصل تاريخي جديد يشهد بدايات هيمنة الدولار الأمريكي على الجنيه المصري لأول مرة. وكانت أكبر قفزة شهدها الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011، حيث قفز سعر صرف الدولار من 6.5 جنيها في نهاية عام 2011 إلى 13.25 جنيه في العام 2016، محققا ارتفاعات قياسية تجاوزت 100%. وخلال فترة إدارة المجلس العسكري التي امتدت 18 شهرا أظهر الجنيه تماسكه أمام الدولار، فلم يفقد سوى 18 قرشا فقط، ولم يكن ذلك نابعا عن قوة الاقتصاد المصري الذي بدأ يترنح آنذاك، وإنما نتيجة لتبني البنك المركزي سياسة الجنيه القوي التي خسر بسببها نحو 21 مليار دولار من إجمالي احتياط النقد الأجنبي البالغ قيمته الإجمالية آنذاك 36 مليار دولار. ومع تسلم الإخوان المسلمين السلطة عقب فوز مرشحهم الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت صيف 2012، كان سعر صرف الجنيه قد بلغ 6.7 جنيه للدولار. وحاول مرسي جاهدا الحفاظ على نفس سياسة الجنيه القوي في الشهور الخمسة الأولى من عهده،
إلا أنه فشل بعد أن انفجرت فقاعة الجنيه في ديسمبر 2012، ولم يعد بمقدور البنك المركزي ضخ مزيد من الدولارات للسيطرة على سوق الصرف. ومع استمرار الاحتجاجات وتصاعد الأحداث وتدني التقييم الائتماني لمصر، واصل الجنيه الهبوط أمام الوحش الأمريكي مسجلا 7.5 جنيها للدولار، ليخسر نحو 98 قرشا بنهاية فترة حكم الإخوان بنسبة تراجع بلغت 16%. واستمرت خسائر الجنيه خلال الفترة الانتقالية التي امتدت عاما تولى فيها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة البلاد، وفقدت العملة المحلية 13 قرشا من قيمتها أمام الدولار لتصل إلى 7.18 جنيها للدولار، وقت تسليم السلطة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي مقابل 7.5 جنيه في بدايتها، بينما يسجل سعر الدولار الآن في البنوك والمصارف المصرية ما يقرب من 31 جنيها. أما في السوق السوداء وهي صاحبة القول الفصل، فقد وصل فيها الدولار إلى 65 جنيها وقت إعدادنا لهذا التقرير.